السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلاميذ الصف الخامس الابتدائي، معكم درس القراءة حب الوطن. يهوى أمير مادة الدراسات الاجتماعية، حيث يتعرف تاريخ بلاده ويستخلص العبر من سير العظماء، ويتعلم الوفاء والعطاء والتضحية والتعاون مع الآخرين. فقد صمم ألبوما لهذه الشخصيات، فتجد في كل صفحة من صفحات هذا الألبوم صورة لشخصية من الشخصيات التي أدت خدمات جليلة للوطن. كما أن أميراً يحب الدراسات لأنه يتعرف أرض بلاده وثرواتها الطبيعية وخيراتها الوفيرة، ويتعرف المعالم السياحية التي يفد إليها السائحون من كل أرجاء الأرض ليشاهدوا روعتها. وذات مساء عرض أمير الألبوم على والده فسر به كثيراً، ودار بينهما الحوار التالي: الأب، ماذا أعجبك في هذه الشخصيات يا أمير؟ أمير، أعجبني فيها ما قدمته للوطن من أعمال عظيمة، وأجد ما أفخر به وأنا أكتب رسائل لأصدقائي. الأب، إن هذه الشخصيات ترد بعض أفضال الوطن عليها. أمير، أريد شرحا يا أبي. إن هؤلاء قد شربوا من نيل مصر وعاشوا في كنفها، وجدوا فيها السكينة والأمان، فكما تحب أنت بيتك الذي يؤويك وتشعر فيه بالأمن، وأحبهم مصر بأرضها وسمائها وشعبها. أمير، هل البيت وطن الأب؟ نعم يا أمير، إن بيتك هو وطنك وشارعك ومدرستك وحيك ومحافظتك، وفي كل مكان في مصر ملك لك وأنت ملك لك. قال أمير في براءة: هل الأهرام ملك لنا؟ ابتسم الأب: الأهرام والمعابد والآثار والمصايف والمشاتي والمدارس والمستشفيات ووسائل المواصلات ملك لكل مصري. الأب: إن كل ما تحت سمائنا وفوق أرضنا هو ملك لنا ويجب أن نحافظ عليه. أمير، الآن فهمت سبب تضحية الكثيرين بأرواحهم من أجل الوطن. الأب: لذلك يا أمير يجب أن نعمل على تقدم وطننا ورفعته بالعمل والمثابرة والإصرار. بعد أن أنهى الأب حديثه، اندفع أمير في عزيمة وإصرار يؤدي واجباته، أملا في أن يغمض عينيه ويفتحهما فيجد نفسه قد أصبح شابا يرد إلى وطنه بعض أفضاله عليه. والآن مع بعض اللغويات: يهوى، يحب، والمضاد يكره، يستخلص، يستنتج، سير، المفرد سيرة وهي تاريخ حياة إنسان، الوفاء، الإخلاص، صمم، أعد وجهز، أدت، عملت، المعالم، الأماكن، والمفرد المعلم، أرجاء، نواحٍ، الحوار، حديث يجري بين شخصين أو أكثر، كنفها، جانبها، والمراد حماها، يؤويك، يحميك، ابتسم، انفرجت شفتيه عن سناياه ضاحكا دون صوت، تضحية، بذل النفس والمال دون مقابل، المثابرة، المواظبة، أنهى، أتم، أمضى، مضى مسرعا، يتعرف، يعرف، والمضاد يجهر، العبر، العظات، والمفرد العبرة، العظماء، مفردها العظيم وهو الكبير في المقام والدرجة والسمعة، التضحية، الفداء، البوم، المقصود دفتر يحتوي على صفحات بها صور، جليلة، عظيمة، والمراد حقيرة، والجمع جلائل، يفد، يأتي، والمضاد يذهب، سارة، جرى، أفخر، أعتز، السكينة، الطمأنينة والاستقرار، تشعر، تحس، المشاتي، الأماكن التي يكون فيها الشتاء دافئ، رفعته، ارتفاع قدره، الإصرار، الثبات، حديثه، كلامه، عزيمة، جد، وإرادة قوية. ومع جمع بعض الكلمات التي توجد بالدرس: جمع مادة، مواد، تاريخ، تواريخ، التضحية، التضحيات، صفحة، صفحات، ألبوم، ألبومات، صورة، صور، شخصية، شخصيات، جليلة، جليلات، أرض، أراضٍ، الطيبة، الطيبات، السياحية، السياحيات، الحوار، الحوارات، الوطن، الأوطان، عظيمة، عظيمات، كنف، أكناف، السكينة، السكينات، بيت، بيوت أو أبيات، سماء،
سماوات، شعب، شعوب، شارع، شوارع، مدرسة، مدارس، حي، أحياء، محافظة، محافظات، مكان، أماكن، سبب، أسباب، العمل، الأعمال، شاب، شباب. ومعه مفرد بعض الكلمات مثل أول كلمة هي معايا الدراسات، الدراسة، العبر، العبرة، سير، سيرة، العظماء، العظيم، الآخرين، الآخر، الشخصيات، الشخصية، صفحات، صفحة، خدمات، خدمة، ثروات، ثروة، خيرات، خير، المعالم، المعلم، السائحون، السائح، أعمال، عمل، رسائل، رسالة، أصدقاء، صديق، أفضال، فضل، هؤلاء، هذا أو هذه، الأهرام، الهرم، المعابد، المعبد، الآثار، الأثر، المصايف، المصيف، المشاتي، المشتى، المدارس، المدرسة، المستشفيات، المستشفى، وسائل، وسيلة، المواصلات، المواصلة، الكثيرين، الكثير، أرواح، روح، واجبات، واجب، أفضال، فضل. ومع مضاد بعض الكلمات، مضاد يهوى، يكره، يتعرف، يجهل، العظماء، الحقراء، العطاء، الأخذ، يجب، يحب، يكره، يحب، يكره، الطبيعية، الصناعية، أرض، سماء، سماء، أرض، نعم، لا، قالت، سكتت، الطيبة، الخبيثة، يفد، يذهب، مساء، صباح، تفرح، تحزن، التالي، السابق، عظيمة، حقيرة، تحت، فوق، نحافظ، نهمل، الكثيرين، القليلين، تقدم، تأخر، أصدقاء، أعداء، شربوا، ظمأوا، عاشوا، ماتوا، السكينة، الضوضاء، الأمان، الخوف، أحبوا، كرهوا، أنهى، بدأ، يغمض، يفتح، شابا، كهلا، ابتسم، عبس.